ان هو يحصل على حقوق الرعايه والتنشئه الخاصه اتحاد به بن جردان. او ايوه اتحاد بن جردان، انا اسف. تمام. النادي ده طلب، ده اجراء ريكويست بيتعمل على التي ام اس، ان النادي بيحاول يطلب حقوق مقابل ان اللعيب ده انتقل من مكان لمكان، وهو بيقول اللعيب ده كان بيلعب عندي سنه او اتنين او تلاته، فانا ليا نسبه من الصفقه، ودي حاجه الفيفا بتضمنها لكل الانديه، ايوه حاجه اجراء طبيعي جدا. الفكره ان النادي ده لما جه طلب حقوق الرعايه والتنشئه بتاعته الخاصه بسيف الجزيري المرتبطه بشراء نادي الزمالك لسيف من نادي المقاولين بالديل اللي اتعمل ب 20 مليون اللي هو 8 و12، تمام. تمام؟ العقد ده مش موجود في اتحاد الكوره، يعني اتحاد الكوره بالنسبه له ما يعرفش فما ردش. الزمالك اشترى، ما يعرفش الزمالك اشترى مصطفى الزناري بكام من الجيش، ما يعرفش الزمالك اشترى دونجا بكام من البيراميدز، ما يعرفش. اتحاد الكوره ملوش علاقه، اتحاد الكوره بالنسبه له بيجي له استغنى من نادي، بيقول له اللعيب ده انا استغنيت عنه لصالح النادي ده، تمام. والنادي اللي استفاد باللعيب بياخد العقود اللي مضى عليها اللعيب، يروح يوثق العقد، يدفع 3% رسوم توثيق، ويدفع 10% رسوم تنميه، وياخد اللعيب ينزله على السيستم بتاعه، خلاص مفيش اي مشكله. أي القصه كلها ان الديل بتاع الزمالك والمقاولين ده موجود عند الزمالك وعند المقاولين، مش موجود في اتحاد الكوره. فلما حصلت مطالبه من النادي التونسي لاتحاد الكوره، الاتحاد الكوره قال له، دخل على السيستم قال له اللعيب ده ما اقدرش، ما عنديش بيانات اقول لك هو اتباع بكام، اللعيب عندي خرج من القايمه مش موجود، يعني هو لعيب يعتبر فري. طب هو يعني ايه فري؟ لعيب فري يعني زي، انا دلوقتي هديك مثل دلوقتي يا هاني عشان بس الناس تبقى فاهمه، عشان الموضوع مش كيمياء. انا دلوقتي الكود في مصر هيقفل امتى؟ يعني انا من حقي ابيع واشتري لعيبه لحد امتى؟ نص عشرة. صح؟ طيب انا وارد عشرة يجي لي عشرة عرض، تحديدا يعني. طيب وارد يجي لي عرض، وارد يجي لي عرض خلاص في محمود علاء او حسام عبد المجيد او الونش او عبد الغني او اي لعيب، وارد يجي لي عرض فيه، هبيعه، انا من حقي ان انا ابيعه خلاص في اي وقت طوال السنه، لكن مش من حقي اشتري غير في الترانسفير ويندو بتاعت الصيف او في الشتاء. تمام. فلو انا دلوقتي ايدت لعيب عندي ورحت دفعت له ال 3% رسوم التوثيق، ودفعت له 10% رسم التنميه، وبعدين جالي عرض بعديها ب 24 ساعه وبعته، انا بخسر الفلوس دي مش بترجع لي. فمن الوارد اللي انا اقدر افهمه ان نادي المقاولين خلاص لما جاله جواب من نادي الزمالك بتفعيل نيه الشراء، ايوه هو مش مضطر ان هو يسجله عنده ويروح يدفع عليه 3% ويوثق عقده عشان هيبيعه بعديها بثلاث ايام لنادي الزمالك، فشاله من القائمة. فشاله من القايمه، لكن ده مش معناه ان هو لعيب فري. بس ده الموضوع باختصار، ويعني هو مش كيمياء ولا تمام، فيزياء ولا اي حاجه، يعني اتمنى اكون وصلته وضحت لك. ردته على الفيفا وردته على من مسؤولي الافريقي عشان نسبتهم من الرعاية. الفيفا على فكره طلبت مننا حاجه واحده بس، طلبت مننا ان احنا نبعت العقد اللي بين نادي الزمالك ونادي المقاولين او اي اتفاق مالي بخصوص الانتقال، علشان هم يقدروا يعملوا الكالكوليشن بتاع نسبه الرعايه تمام. والتنشئه لكل الانديه اللي هو لعب فيها، تمام. وهي في الاخر هتبقى من 4 ل 5% من قيمه الصفقه، وهتتوزع على 3 4 انديه، يعني ممكن تلاقي نادي فيهم نصيبه 5000 يورو، يعني القصه كلها هتلاقيها مش هتعدي ال 20 30 الف يورو، تمام؟ ده لو اصلا البيع تم باليورو او بالدولار، هو البيع اصلا تم بالمصري، مفهوم. يعني في الاخر احسب 5% من 20 مليون جنيه فهيطلع حوالي مليون جنيه، مفهوم تمام؟ مفهوم. فالقصه واخده حجم اكبر من حجمها. اتحاد الفيفا بعتت لنا، ادت لنا مهله 30 يوم نبعت لهم العقد اللي فيه الاتفاق المالي اللي ما بيننا وبين نادي المقاولين ونترجمه، بس ده اجراء طبيعي جدا بيحصل لنا كل سنه تمام. على لعيبه بنشتريها. يعني عايز اقول لك حاجه، ابراهيم انضاي جاله نفس يعني ابراهيم انضاي بمجرد ان هو انتقل للزمالك في نادي كان بيلعب فيه في السنغال، راح بعت لنا بيطلب حقوق الرعايه بتاعته، واحنا برضه نفس القصه طلبنا حقوق الرعايه لما كان عمر جابر بيلعب في بازل او بيلعب في ايوه امريكا. مظبوط. قصه امريكا. موضوع سهل جدا مش تمام محتاج ان نضخمه للناس. تمام اخيرا، انا طولت عليك كالعاده، دايما مداخلاتنا مع بعض بتستمر لما يقرب من ساعه تقريبا، فربنا يعينك على اسئلتنا. اخيرا، جمهور الزمالك خلال المباراه هتف كثيرا.